tired of taking these pills. I don't want to take them anymore. It's the same thing day after day. They're not helping me. Why should I take them? I don't want them. I don't want any of them. I don't want the water either. And then, on top of it, you bring me the wrong coffee. Why are you bringing me the wrong coffee? I mean, that's the least you could do for me. I hate you. I hate you. You never do anything right for me. You mean to me. You don't do the right things. And I'm in this room all this time. I have no family that loves me, that comes and visits me. They hate me. They all hate me. I hate this room. I feel like I'm in prison. There's a tree here that never grows. Why doesn't the tree grow? Because it's a phony tree. Who wants phony trees? You want live things in your. عندنا ضغط في العمود الفقري بسيطة، بنكرر هذه الحركات 10-15 مرة وبعدها بنتبعها في الحركة المشابهة هذه على الخلف كمان 10-15 مرة. بنبلش إجر واحدة، الإجر الثانية 10 مرات وهذا التمرين، ونرفع لفوق ونثبت 5 ثواني ونرد نرجع. هذه التمارين بتنعمل يومياً 4-5 مرات الإضافة لإلها المياه الساخنة على منطقة الألم أو على منطقة الضغط. الشغلة الثالثة المشي السريع كويس كتير أو المشي الخفيف مع إبقاء الرأس مرتفع دائما. الشغلة الرابعة استخدام الزيوت، زيت الزيتون مع الملح مع الليمون مع الخردل مع السمسم مع حب الرشاد، ودهن المنطقة هذه 2-3 مرات في اليوم. طبعا اكيد الضغط حيرتفع لانه الضغط موجود، عشان نوصل كمية اكبر من الدماغ، وهذا بخفف من الام الرأس وبخفف من الضغط تلقائيا. فعشان هيك لازم نستخدم الزيوت هذه، زيت الزيتون البكر مع عصير الليمون ومع النعناع، ونستخدم هذا كدهن لمنطقة الرأس ومنطقة القدمين. هذا حيخفف الضغط. طبعا عملية الاستلقاء على الظهر ورفع الرجلين لفوق وتحريك الرجلين هذا حيخفف من الضغط. عملية النقع الرجلين في المياه الساخنة ووضع الخردل المطحون ووضع الليمون بمقدار حبة كاملة ووضع نصف كأس من الخل التفاح الطبيعي ونقع الرجلين في الأملاح، هذا حيخفف الضغط مباشرة.